أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي تتوالى علينا نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن جمعنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوته، ونسأله جل جلاله متيقنين بالإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس شاهداً لنا يوم القيامة، وأن يكون مجلس إفادة واستفادة، وأن نكون ممن تحفهم الملائكة وتشهد لهم كذلك يوم القيامة. ونسأله جل جلاله أن نكون ممن يقال لهم في آخر المجلس: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. والمؤمن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، ويرى بأنه مقصر مهما اجتهد في العبادة، يحس بأنه مقصر، خاصة إذا علم بأن الملائكة الكرام الذين خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كذلك يعترفون بتقصيرهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الخطيئة ومن ارتكاب الذنوب، بل وصفهم بأنهم عباد أو خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان أو كانت الملائكة تعترف بتقصيرها، فكيف نحن الذين تحيط بهم الشهوات والفتن، خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، الذي أصبحت فيه كما نردد: الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة. في هذا العصر الذي يجد المتمسك بدينه صعوبة شديدة في أن يبقى متمسكا بدينه لآخر لحظة، لا من أجل الاضطهاد كما ذكرت في أكثر من لقاء، ولكن بسبب الفتن. وهذه الفتن لا تأتي من تلقاء نفسها، ما في فتنة تأتي من تلقاء النفس نفسها، لا، وإنما الفتن يصنعها الإنسان. لذلك تجد قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير، تغيير المنكر وتغيير الفتن، هذه بيد الإنسان، وإنما يستعين بالله سبحانه وتعالى في تغيير ما في نفسه وفيما يحيط
به من فتن ومنكرات. فالمؤمن يحس بأن ذنوبه كالجبال، مهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحس بأنه مذنب وأن ذنوبه كالجبال، ولكن هذا لا يأخذ إلى درجة اليأس، لا، وإنما هو مرتبط مع الله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أعماله. أما المنافق والعياذ بالله، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من النفاق ومن أخلاق المنافقين، تجد كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالهم بأنهم يرون ذنوبهم كذبابة حطت عليه فقال لها ها فطارت، فيعيش في آمال كاذبة ويأتي إلى الله سبحانه وتعالى كالذي يمن على الله سبحانه وتعالى بعمال يشوبها الرياء، يشوبها النفاق والعياذ بالله، ويظن بذلك بأنه يخادع الله والذين آمنوا، ولكن في الحقيقة لا يخدع إلا نفسه. فهؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى بأن مكانتهم الدرك الأسفل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل صفات هؤلاء واضحة في كتابه وفي سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يجب علينا أن نقرأ ونبحث عن هذه الصفات ثم نتجنبها في حياتنا حتى نكون في مأمن. وأنتم تعرفون قصة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يعني يرجو أحد الصحابة الكرام أن يخبره هل اسمه من ضمن هؤلاء المنافقين أم لا، مع أن عمر رضي الله عنه أعماله معروفة، لكن كان يخاف أن يكون من قد وقع في شيء من النفاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الصحابي بأن عمر واحد منهم، فكان يريد أن يطمئن. فإذا جئنا إلى سيرة هذا الصحابي الجليل وقرأناها، إذن علينا كذلك أن نبحث هل نحن في لنا أو فينا صفات المنافقين فنتخلص منها، ونجتهد أن تكون صفاتنا صفات المؤمنين التي ذكرت في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكرت في سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنتحلى بهذه الصفات. ونرى هل في عصرنا هذا نستطيع أن نطبق صفات المؤمنين حقا، وهل هناك من بيننا من يطبق هذه الصفات حقا، أو هل ممن كان بيننا وعاش في هذا العصر المملوء بالفتن وبفضل الله سبحانه وتعالى ختم له أو لها بخاتمة طيبة تبشر بأن هذا أو هذه قد فازوا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ الذي يقرأ في سير الصحابة وسير التابعين
بعض الشباب والشابات يقول ربما ذلك العصر ما كانت تحيط به الفتن التي نعيشها الآن، فلذلك سهل عليهم أن إيش يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يتجنب النواهي، فتجد عذار على ترك الصفات يعني التي يجب على الإنسان أن يتبعها ويتخلق بها. والمعلوم عند العلماء هناك أوامر تجعل الإنسان مسلم، فإذا تخلى عن أي أمر من هذه الأوامر فقد دخل والعياذ بالله في الكفر، كترك الصلاة مثلا. لذلك تجد قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي أن إذا كان صحيح هذا مؤمن وتلك مؤمنة فإذن هناك أمور قد قضي الأمر فيها فما في أي جدال فيها، لابد أن الإنسان يتخلق أو يتبع هذه الأمور الأوامر التي تم القضاء فيها. لذلك تجد الصلوات يعني الأركان الخمسة هي الأساس أن الإنسان يكون مسلم، يتمسك بهذه الأركان أركان الإسلام الخمسة، وإذا كذلك في درجة الإيمان أن يكون مؤمن بالأركان الستة من أركان الإيمان. فعندما يعني الإنسان يطبق هذه الصفاء ما فرض عليه من الأركان الخمسة ويؤمن بالأركان الستة فقد أصبح من المخاطبين في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أي نداء هذا يخصه. أما إذا ترك أي من هذه الأوامر أو جحد بما ذكر من الأركان الستة فليس من الذين يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان لابد أنه يطبق هذه وتلك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إذن هنا النداء يخصه كمؤمن. وفي السير تجد أن لا يذكر عن الصحابة أنه مثلا كان يصلي أو كذا، لأن هذه إيش هذه التلقائية، هو يصلي صح ولا لا، لكن تذكر الصفات التي كان يتميز بها هذا أو أقواله التي يعني تكتب بأحرف من إيش من ذهب، وأعماله الجبارة التي قام بها، كذلك في التابعين، كذلك في السلف الصالح. ليش ما يكتب أنه هذا الإنسان كان يصلي الصلوات الخمس؟ لأن هذا أمر بديهي صح ولا لا، لابد أنه كان يصلي، إذن كيف نحن نتحدث عنه؟ وهذا نفس المنهاج الذي وددنا أن نبينه في هذا اللقاء، على أن عندما نتحدث عن داعية أو سواء كان ذكر أو أنثى ونتحدث عنه بعد وفاته أو وفاتها فإنما نبحث عن تلك الصفات التي كان يتميز بها أو كانت تتميز بها تلك الداعية أو ذلك الرجل أو تلك المرأة الصالحة، لأن درجة يعني تطبيقهم لما يوجب الإيمان والإسلام خلاص طبقوه، لكن الآن يفتح لكل إنسان فتح. تجد بعض فلان مثلا يحب صلاة قيام الليل بكثرة، بينما تجد الآخر ربما يصوم النوافل، وتجد لكنه مقصر مثلا في قيام الليل أو لا يصلي قيام الليل، ثقيل عليه مثلا، ثقيل عليه أن يقوم الليل ولكن يسهل عليه أن يصوم النوافل، أو تجد إنسان ما شاء الله فتح عليه من باب الصدقة فتجده يعني يتصدق بكثرة ويتصدق من طيب نفس، ولكن هذا نفسه
تجد مثلا يصعب عليه صيام النوافل وهكذا، قد يفتح الإنسان باب لا يفتح لغيره. لكن الإنسان يتمنى أن يأتي يوم القيامة وقد عمل جميع الأعمال الصالحة أو بما يعني بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هناك البشرى لمن أراد أن يحوز هذه الأعمال كلها، أن يشتغل في العمل الذي ذكر في الآيات التي تليت قبل هذا اللقاء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لماذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أفضل الأعمال وهي التي تجلب للإنسان حسنات جميع الأعمال الصالحة؟ لأن هذا الداعي إذا تسبب أو تلك الداعية إذا تسببا في إصلاح شخص ما كان ذكر أو أنثى وبدأ هذا الإنسان يستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى فقد فاز، تكتب له لأولئك الذين استقاموا على أيديهم تكتب لهم حسنات أعمالهم، وكذلك هؤلاء الدعاء يكتب لهم من حسنات أولئك. فيأتي الإنسان يوم القيامة وهو كان يصلي في اليوم 5 صلوات، لكن يوم القيامة يأتي هذا المؤمن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى فيجد أنه في اليوم الواحد كان يكتب له عدد مثلا 100 صلاة، فيستغرب من كرم الله سبحانه وتعالى، فتبين له الملائكة بأنك كنت سببا في هداية 100 شخص. إذن يكتب له كم؟ 101، لأنه هو يصلي وأولئك الذين مثلا بدأوا الصلاة بسببه، فتكتب له أجوره ويكتب كذلك له أجورهم دون أن ينقص من أجور أولئك شيء. لذلك العلماء قالوا ليس هناك من هو أكثر منزلة في الحسنات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى من بين جميع الأنبياء هو أكثرهم منزلة من حيث الحسنات عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تحوز بالأجور كلها اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في أكثر من محفل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس شرط أن يكون الإنسان جسور وارتجالي ويلقي محاضرات ارتجالية ويحاول مثلا يؤثر في الناس أو كذا، لا، ما محصورة في هذا الباب، وإنما قد يكون توزيع شريط نصيحة. يعني مما عجبت له أن يعني قصة أحد الشباب يذكر أنه استقام بسبب إيش؟ يقول أتوا يعني لزيارتهم، كان مدخن وغير ذلك، فيقول أتوا لزيارته بعض الشباب إيش اللي سميوا مطاوعة، أتوا لزيارته فيعني كان بينهم حديث، ثم عندما غادروا قالوا له غفر الله لوالديك. هذا كانت آخر كلمة يقولها أحد المطاوعة حسب اللفظ المتعارف الحين، قال غفر الله لوالديك ورح. هذا الرجال ما تأثر بكل هذيك بس تأثر بهذه الكلمة، سبحان الله. جلس يفكر يقول يا أخي أنا دائما مع أصحابي نجلس وكله سب ولعن للآباء والأمهات من بعيد، أول ما يلتقوا يعني سب ولعن وكذا، وروائح كلها كريهة من دخان وغيره وغيره، مع أن هذا الإنسان لا يعرفني ولا يعني لا أعرفه ولا يعرفني، ولكن قال كلمة تأثرت بها: غفر الله لوالديك. فإذا حتى الكلمة عندما تقولها تلقيها بنية إيش؟ الدعوة، الكلمة الصالحة تقولها بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تبحث أو تفتش في نتائج عملك، لا تفتش. وما على الرسول إلا إيش؟ البلاغ. لأن سبحان الله قد إنسان يصاب بعجب، يصاب بغرور،
فلذلك لا تفتش أنت، أخلص العمل، قم بالنصيحة، قم بتوزيع شريط مؤثر ربما أو كتاب أو غير ذلك، المهم اشتغل لله، اشتغل لله، كن داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وستحوز الأعمال الصالحة، أجور الأعمال الصالحة من حيث تدري ومن حيث لا تدري. متى ستدري؟ يوم القيامة، يوم البعث والنشور. حتى عند سكرات الموت لا تخبر عن نتائج، ولكن تبشر بس أنك فزت. ولكن الأجور متى ستراها؟ عند الكريم جل جلاله، الذي ربما بنصيحة هدى شخص، على يعني كنت سببا في هداية هذا الإنسان بنصيحة، فهذا الشخص أثر في آخر وآخر، إلى يوم القيامة الناس يعني من ذرية هؤلاء كلهم طائعين لله سبحانه وتعالى، ويكتب لك حسناتهم وأنت قد غادرت الحياة. فإذا الأعمال الصالحة كلها يعني تستطيع أن تحصل على أجورها بإيش؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما أوصي نفسي وأوصي الآخرين أن نشغل أنفسنا بالدعاء، فنقول اللهم اشغلني بك ولا تشغلني عنك. هذا الدعاء دائما خلي في لسانك، اللهم اشغلني بك، خلي فكري ويعني وجداني وعقلي وطموحي كله أن أشتغل لك ومشتغلا بك يا الله، ولا تشغلني عنك، لأن المشغلات عن الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، والإنسان لا يستطيع أن يتجنبها إلا إيش؟ إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. لذلك في صلواتنا نقرأ سورة الفاتحة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله سبحانه وتعالى في قضاء جميع حوائجنا. لذلك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بدونها لا تصح الصلاة، لأن فيها دعاء من أولها لآخرها، دعاء واستغاثة، نستغيث بالله سبحانه وتعالى. فإذا أشغل نفسك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما أتيح، وبإذن الله سبحانه وتعالى تبقى الأجور تتبعك إلى قبرك. وفي هذه الأمسية وددنا أن نذكر قصة فتاة وقصة امرأة، وكما قلت ليس لأنهم كانوا يصلوا، ويعني لن نذكر أنهم كانوا يصلوا بس وكانوا يصوموا، كل واحد يقول أنا عندي هذه الصفات، أنا أصلي وأصوم، وإذا كنت من المزكين فأنا كذلك يعني من الذين يدفعون الزكاة، ورحت الحج ورحت العمرة، هذه أعمال معروفة. ولكن ما الذي تميزت به هذه الفتاة وتلك المرأة حتى قلنا أن نتحدث أو قررنا أن نتحدث عنهم؟ وهناك كتب سير كثيرة تتحدث عن التابعين وأخلاقهم، وكتب معروفة، والإنسان بطبعه يتأثر بالقصص. المغزى أن نذكر ماذا تميزت به هاتين الداعيتين حتى نفتش في أعمالنا، هل نقوم بما كانتا تقومان به أو عندنا تقصير، فنحاول أن نصلح أحوالنا وأخلاقنا وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وأعيد أقول الصفات العامة يجب أن تكون في كل مسلم، تارك الصلاة مصيبة، تارك الزكاة مصيبة، هذا لا يتحدث عنه، بل يفضح في بعض الأحيان في الدنيا، وطبعا الفضيحة الكبرى يوم القيامة. عجبا، كنا في يوم الجمعة هذه الماضية ذهبنا لمقبرة من مقابر العامة،
وسألنا القائم على المقدرة كيف ما الذي تلاحظه في بعض الأحيان، فقال أوتي برجل كبير في السن، شوف ما شباب كبير في السن، فيقول عجبت من طريقة التي أوتي بهذا الرجل، أتوا به في سيارة مكفن، وكان حسب اعتقادي بأن الذي يقود السيارة هو أحد أبناء هذا الرجل الكبير في السن، فيقول سألوه وين القبر فالذي يعني حسب الترتيب سيدفن فيه هذا الإنسان، فأشار إليهم إلى القبر، فيقول تحركوا بالسيارة، وكانت أعتقد سيارتين أو ثلاث لا أذكر، فيقول تحركوا بالسيارة مباشرة إلى جنب القبر، لأن كان القبر الذي يدفن فيه هذا الإنسان من جانبه فاضي، يعني ما في قبور محفورة ولا يعني يعرقل تقريب السيارة إلى ذلك القبر. فاستغرب هذا العامل، فيعني هذا الإنسان ما أنزل كي يصلى عليه كالمعتاد، ولا بس أعطوه ورقة الوفاة شهادة الوفاة، ثم قالوا نحن طلبوا منه أنه ينزلوا مع كم شخص كذا من العاملين هناك نزلوا، فهو مستغرب وفي دهشته ما استطاع أن يعني يقاوم الفضول، فسأل إيش قصة هذا الإنسان، صليت عليه ولا كذا، فإذا الجواب كالقنبلة، يقول هذا ما صلينا عليه ولا نريد نصلي عليه. ليش؟ قال هذا سكير عربيد، تارك للصلاة، تارك للصيام، تارك كل أعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. سبحان الله. فيقول أنا استغربت من هذا التصرف لما سمعت هذا الجواب حتى هو مندهش، ويذكر هذه القصة رغم أنه مر عليها فترة، لأن بعض الأحداث صعب الإنسان ينساها يعني بسهولة. فإذا قد يفضح الإنسان هنا في الحياة الدنيا، هذا العاصي قد يفضح في الحياة الدنيا أن يموت على سوء خاتمة، أو يحصل مثل ما حصل لهذا الرجل، والفضيحة الكبرى يوم القيامة، يوم تشهد الأيدي والأرجل والجلود تشهد على هذا الإنسان بما كسب، فيقال ويقرأ كتاب الله سبحانه، تقرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا بما كسبت يديك تنال، تقترب أو تبتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا قبل لا نبدأ في ذكر سير الأخوات التي أو اللاتي نسأل الله سبحانه وتعالى لهن المغفرة والرحمة الواسعة، هناك سؤال يتردد بين الشباب وأيضا الفتيات، حتى اضطررت أن أتحدث مع بعض الفتيات الأخوات في مسألة رحمة الله سبحانه وتعالى، هل هي توزع كما يعني يعتقد أو يسول الشيطان توزع هكذا بس يعني عشوائيا بين الناس، هذا مرحوم وهذا مغضوب عليه، أو كيف؟ نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والآية 71 من سورة التوبة، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن هذه الحجة التي في بعض الأحيان يلقيها الشيطان والوسوسة على أن إذا أنت مرحوم تراك مرحوم سواء صليت أو ما صليت، وأنت إذا كنت من أهل النار تراك من أهل النار حتى لو صليت، لا، هذا هو الجواب: أولئك سيرحمهم الله. قم بهذه الصفات وبإذن الله سبحانه وتعالى إن وعد الله حق، وهذا باعتراف إبليس كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة إيش؟ إبراهيم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إبليس يعترف،
أن وعد الله سبحانه وتعالى حق، ونحن لا نحتاج حتى لاعترافه، ما قاله الله سبحانه وتعالى حق، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا العدو المبين الذي كان سبب في ضلال الناس يضحك عليهم ويستهزئ بهم ويقول لهم إن وعد الله حق ووعدتكم فأخلفتكم. فإذا الإنسان الذي يريد أن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى عليه بتلك الصفات، أولئك سيرحمهم الله، أي وعدا على الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. فإذا هذا لجلاء هذه الغمة التي تأتي من الأفكار والوساوس الشيطانية. ونبدأ في ذكر الداعية التي بين يدي خواطرها التي كانت تكتبها، وبفضل الله سبحانه وتعالى قرأت هذه الخواطر ووجدت على أن هذه الفتاة كانت تمتاز بأمر، هذا الأمر هو أنها كانت تحب الله حبا جما، لذلك عجزت عن أي وصف أقول هل أصفها بعاشقة ربها هل بمحبة ربها، لأن الكلام الذي كانت تكتبه يدل على حبها الشديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب درجات، تجد الأب في البيت أبناؤه يحبونه، لكن تجد أن هذا يحبه أكثر من الثاني، والثاني ربما هكذا متوسط حبه لهذا الأب، لكن في النهاية كلهم إيش؟ يحبون هذا الأب. كذلك ولله المثل الأعلى، المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك درجات في حب الله سبحانه وتعالى، وهذا يتجلى في كيف الإنسان يعبر عن هذا الحب. طبعا كما ذكرنا هناك صفات عامة، الصلاة وغيرها هذه صفات عامة، لكن أن يصل الإنسان إلى درجة أنه يعني حتى في خواطره وحتى في أوقاته كأنه يناجي ربه ويتحدث مع ربه، إذن هذا الإنسان بلغ مرتبة من الحب كبيرة وعظيمة. وهذه الفتاة نكتفي بذكر اسمها الأول زيانة، وهي ترعرعت في بيت صلاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد أهلها صلاحا، فترعرعت في بيت أهل يحبون الصلاح ويحبون الخير، ومضت في دراستها إلى أن وصلت إلى مرحلة ما بعد الثانوية ودخلت إحدى الكليات، وهناك وجدت صعوبة أن تتمسك ببعض المبادئ التي كانت تتمسك بها وبين أن تكمل مشوار دراستها، فاستخارت ربها أن تنتقل، هل تنتقل من هذا المكان أم تبقى فيه. وانتبهوا إلى استخارت، أنها تحب الله سبحانه وتعالى فلجأت إليه، يا رب هل أنا أكمل في هذا المكان أو أنه أغير، فانشرح صدرها أن تغير دراستها ووجهة الدراسة من ذلك المكان إلى معهد العلوم الشرعية، رغم إلحاح عميد الكلية على أبيها على أن يقنع هذه الفتاة كي تبقى. لماذا؟ لأنها كانت متفوقة في دراستها، لكن الفتاة رفضت وانتقلت إلى معهد العلوم الشرعية، وكان بين يدي كذلك ما كانت تدونه في الدروس من يعني نقاط وغير ذلك. وعندما بدأت الدراسة في ذلك المكان اشتعل في نفسها حب العمل الدعوي، فأسست مع بعض الأخوات الصالحات الداعيات حملة دعوية نسوية، وسمتها بالأمل المشرق، سمت هذه الحملة الدعوية بالأمل المشرق. ولم تكتفي بجانب النساء فقط، بل كانت
تخبر وتحث أحد إخوانها وتقول له بأن شباب المنطقة غير متحركين كما ينبغي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كانت تهتم بالجانبين، تحث الشباب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك هي أسست هذا أو هذه الحملة. وتميزت بالفكر الدعوي الذي أخذ جميع يعني حياتها، حتى وجدت في بعض دعايتها أنها يعني تجلى فيها الفكر وتجلى يعني هذا الفكر في دعائها. كتبت من بعض الأدعية: اللهم أسألك أن تهدي من حاد وانحرف عن طريقك المستقيم. يعني هذا الفكر الدعوي تملكها حتى في أدعيتها، كانت تدعو لنفسها، طبعا هناك قبل هذا الدعاء دعاء لنفسها، ثم تدعو لمن حاد وانحرف عن الطريق المستقيم كي يعود إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من حبها للدعوة أن كانت تتمنى أن تلتقي بأحد الأخوات الصالحات الداعيات المعروفات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرها وأن يبارك في عملها، فتحقق لها ذلك. وسألت هذه أو إن الداعية بنفسها قالت أن هذه بلغها أن كانت تتمنى أن تلتقي بي والتقينا. وماذا كان السؤال؟ وماذا كان الحوار؟ الناس شهود الله، شهود الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذاك اللقاء البسيط كانت تسأل الداعية كيف الدعوة وما مسارها، يعني كل فكرها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما تميزت به هذه الفتاة حقيقة هو المناجاة. فمعظم الخواطر المكتوبة في دفترها أو كتابها هذا هو مناجاة، تناجي ربها. وأكثر ما وجدته في أدعيتها سواء في هذه الخواطر أو في كتاب آخر أنها كانت يعني تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه بالحب: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. هذا الدعاء وجدته متكرر، لذلك يعني استخلصت أن هذه الفتاة وصلت مرحلة أنها كانت تحب الله سبحانه وتعالى حبا جما، وكان ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانها، ووصلت المسألة أنها كانت تناجي ربها في كتاباتها وفي جلوسها وفي كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. سبحان الله، وصلت درجة من الحب هكذا. وما تميزت به أنها كانت تحب أن تنظم وقتها، وكانت تدون أعمالها التي تود أن تقوم بها في اليوم الثاني في ورقة تضع جدولا لأعمالها. وكم منا من لا يعني ينظم حياته وقد جعل حياته حسب إيش الظروف، لكن هذه كانت يعني منظمة لدرجة أن آخر ليلة من ليالي يعني عمرها في هذه الحياة الدنيا ألقت محاضرة، وهذه المحاضرة كأن الله سبحانه وتعالى رتبها لها أن تكون الوداع في مسيرتها الدعوية. ألقت محاضرة في الأخوة في الله، ثم لاحظت أن في ذلك المجلس هناك خلل في مكبرات الصوت، فأتت إلى أخيها وقد كتبت في ورقة من ضمن الأمور التي يجب أن ينتبه إليها هو مسألة المكبرات يعني تعدل. وفي الليلة التي قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون آخر ليلة في حياتها ألقت تلك المحاضرة، أتت إلى البيت و يعني قدمت تلك الورقة وذكرت ما هو برنامجها ليوم الغد كعادتها، ثم خلدت إلى النوم. طبعا هذه الفتاة كانت مميزة أيضا بقيام الليل، وكانت تجتهد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى وصلت إلى سورة النساء آخر ما حفظته، وكانت ناوية أنها تكمل. ونية المؤمن خير من إيش؟
عمله، ويكتب لها نيتها الصادقة أنها كانت تريد أن تحفظ كتاب الله. فوصلت إلى سورة النساء، وباتت ليلتها أو ليلتها، ورأت في المنام على أنها كانت في طائرة، وأن كانت في رحلة، وهذه الرحلة انتهت بانفجار تلك الطائرة. وعادة علماء التعبير يعبرون الطائرة أو السيارة أو القطار بالعمر، لأن الإنسان يسير يعني حياته سفر، والحياة هذه أو الكوكب هذا الذي نعيشه هو آلة السفر، فلذلك يعبرون السيارة والطائرة والسفينة والقطار على أن إيش حياة. وكان ذلك مؤشر على أن هذه الفتاة تعيش آخر ليلة في حياتها. فقامت نوعا ما منزعجة، وذكرت لزوجة أخيها بأنها رأت كذا وكذا، ولكن زوجة أخيها كذلك طمنتها وقالت أنا كذلك رأيتك في رؤية بأنك قد لبست أحسن الثياب والحلل. المهم، ماذا كان برنامجها في اليوم الثاني قبل أن يحدث ما يجب أن نتوقعه وهو مغادرة الحياة الدنيا؟ قامت، طبعا لا أتكلم عن صلاة الفجر، صلت صلاة الفجر، وقامت وأخذت تراجع سورة البقرة، حفظ سورة البقرة، أخذت تراجعها، ثم ذهبت لي يعني قضاء حاجاتها والاستحمام، وذلك للخروج في مهمة. هذه المهمة هل كانت من أجل أن تتبرج في السوق، من أجل أن تفتن الرجال، أن تفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لهذه المرأة التي كان فكرها، أو هذه الفتاة التي كان فكرها كما ذكرنا أن يكون هذا هو الهدف، وإنما كانت خارجة مع تواعدت مع بعض صاحباتها على أنهم يخرجوا إلى معرض الكتاب، كان هناك معرض كتاب، وتشتري كتيبات دعوية كي توزعها على الحاضرات في أمسية عدت لها وبقيت أيام تعد لهذه الأمسية. سبحان الله، يعني حتى آخر الأعمال في حياتها فكر دعوي وعمل دعوي. فخرجت، مرت عليها صاحبتها الداعية كذلك، وخرجنا، لكن هناك أمر ذكره الأهل. قبل أن تخرج استأذنت الوالدين، فاستأذنت أبيها واستأذنت أمها، وأذنوا لها، بل إن أباها سألها هل عندك ما يكفيك من النقود؟ وهذا السؤال جوابه عجيب، قالت نعم الحمد لله يكفيني ما عندي. أتمنى والله حريمنا كذاك يقول، يوم تقول ما عندنا وزيدنا وسبحان الله، هذه قنوعة وذاهبة لعمل دعوي. فكانت هذه آخر الكلمات، وخرجت وفيها ابتسامة يشوبها شيء من الحزن، وكأنها مثقلة بأمر ما. فخرجت داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذاهبة كي تشتري كتيبات دعوية. خرجت، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصطدم بالسيارة التي كانت تقل هذه الداعية، أن يصطدم بها حافلة، أو تصطدم بها حافلة صغيرة أو ما يسمى الآن بالباص، بسرعة، وحدث أو يعني حصل هذا الحادث، حادث سير. وهذه الأيام طبعا هناك نداءات حتى من سلطات العليا على أن يجب أن ننتبه، ويجب أن يعني نقلل من هذه الفواجع وهذه الآلام التي تسببها الحوادث، وذلك بسبب تهور كثير من السائقين أو عدم المبالاة، فينتهي الأمر إلى إيش؟ إما وفاة، يتم الأطفال، أرملة النساء، أو حوادث يكون نتيجتها يعني الأمراض والقصد الكسور التي لا تلتئم، وإصاب الإنسان في بشلل.
ومنذ 4 أيام إن لم تخني بل 5 أيام رأيت رجلا وتأثرت بهذا المنظر حقيقة. كنت آتي مع أحد الزملاء وإذا بنا نتفاجأ بأن هناك حادث. خرجنا من السيارة فإذا برجل قد صدمته سيارة وذلك بسبب سرعة السائق دهسته سيارة، ووجدت ابنه يبكي عليه ويصرخ أبوي أبوي، ومنظر يعني مؤثر جدا. وعندما نظرت إلى الشارع وجدت أن هذا الرجل كان قد أتى إلى السوق يشتري بعض الخبز، كان في يده بعض الخبز وبعض القوت لأهله، والحذاء في جانب والمصر في جانب، وإذا بهذا الرجل ينتهي إلى العناية المركزة ولم أتتبع أخباره هل هو في على قيد الحياة أم مات. تهور يسبب مثل هذه الفواجع. هذه الفتاة قدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا الحادث، واصطدم هذا الباص بها بسيارة هذه الداعية التي كانت تقودها مع وجود الداعية التي نذكر سيرتها الآن. فقدر الله سبحانه وتعالى أن تصاب هذه الداعية بإصابات، ولكن ما الذي حدث؟ منذ أن حدث الحادث ولسانها لم يتوقف عن نطق بالشهادتين، تنطق بالشهادتين، حتى مما أثار استغراب من أتوا كي يسعفوها، مستغربين، لسان في ذكر الله وستر كامل لم يتبين من مما لا يحل أن تظهره النساء للأجانب شيء، حملوها ولسانها يعني يلهج بالشهادتين، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى لها الوفاة وهي في طريقها أو وهي تحمل إلى المستشفى. وعندما وصل أبوها للمستشفى إذا بالطبيب يستقبله، هل هذه ابنتك؟ قال نعم. قال لا تحزن عليها، هذه لا تبكي عليها، هذه أبدا لا تبكي عليها، سبحان الله. لماذا؟ قال فذكر له أن ما ذكره له إيش رجل الإسعاف، يقول هذه الفتاة لسانها الشهادتين إلى أن توقف لفظها. آخر كلماتها في هذه الحياة إيش؟ أنها تنطق بالشهادتين. طيب، هذا الحدث تبعه حدث، طبعا الأب وهو بيننا الآن نسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الثبات وحسن الخاتمة. هو الذي صبر الآخرين فقال هذه أمانة من عند الله سبحانه وتعالى، والله أخذ أمانته. ما هذاك الويل والثبور وليش راحت ومصار و لا، قلب المؤمن صابر. ما الذي حدث؟ أن أحد إخوانها رآها في المنام يسألها كيف حدث الحادث. سبحان الله، يعني ما حد كان حاصل هناك أو مصور كيف اللي صار وإيش آخر الكلمات وما الذي حدث. فإذا بها تقول له في المنام على أنه كنا نقطع الشارع، تصف له الحادث كما صار، فرأيت السيارة آتية تصطدم بنا، فما الذي حصل؟ قالت فزعت ولكني رأيت ملائكة يلبسون لي ثيابا بيض يأتونني ويبشرونني ويقولون لي لا تخافي وانطقي بالشهادتي. لا تخافي ولا تحزني أيتها الداعية أيتها الصالحة، لا تحزني، بل يثبتون ويقولون لها انطقي بالشهادتين. إذن لما تلفظت بالشهادتين ذلك تثبيت من عند الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا سيناريو ما كنا، هذا المشهد ما كنا لنعرف سببه إلا بهذه الرؤية الصالحة، أن ذكرت أن الملائكة أتت تصبرها وتبشرها وتحثها على النطق بالشهادتين. كم منا من سيرزق النطق بالشهادتين
نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا هذه الفتاة وهذه قصتها، وهناك بعض الأمور التي ذكرت لا داعي لذكرها، وإنما نكتفي بآخر الأخبار عنها بأنها أثناء غسلها لاحظت الأخوات اللاتي يغسلنها بأن هذه الفتاة تبتسم مبتسمة، وهناك رائحة طيبة لا يدرون مصدرها. هذا آخر ما وددت أن أذكره عن هذه الفتاة الصالحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعلها في أعلى عليين. المرأة الثانية سميتها أو أطلقت عليها بداعية الأخلاق. وماذا قصدت بهذا؟ أنها كانت تدعو بأخلاقها إلى الله سبحانه وتعالى. اسمها الأول خديجة. هذه الفتاة أو هذه المرأة قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أحضر عقد قرانها، ومضت الأيام وقدر الله سبحانه وتعالى أن أحضر دفنها. هذه الحياة أفراح وأتراح، أفراح وأتراح. حضرنا عقد القران الملكة وحضرنا دفنها، وما بين الأمرين والحدثين كأنه والله يعني كأنها عدة أيام بس. لكن هذه الفترة قدر الله سبحانه وتعالى أن تلد وتنجب من البنات وابنا واحدا، ولم أكن أعرف عنها سوى أنها زوجة أعز الأصدقاء، أحد الأصدقاء العزيزين، هذه كانت زوجته. ما الذي دعاني كي أبحث عن أخلاقها وبماذا تميزت؟ حقيقة أقول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام لا رياء فيه ولا طلب سمعة، عندما حضرت الجنازة لاحظت كأن هناك أمور ما طبيعية، يعني كأننا نزف عروسا وليس لا ندفن امرأة، عجيب إحساس. فقلت لا، بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المرأة تميزت بأمور. فأخذت أبحث، من ضمن الأمور قبل أن نتحدث أن عندما نذكر هذه، عد ما نذكر بالعكس، نذكر الخاتمة ثم نذكر سلسلة الأخلاق التي تميزت هذه المرأة. جاءتني رسالة على أن فلانة توفيت وهي زوجة فلان. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اتصلت بأخيها فقلت له عندكم مغسلة؟ قالوا نعم عندنا مغسلة في المرة الأولى. وكنت قد اتصلت بأحد الداعيات التي أيضا تغسل الميتة، فقلت لها استعدي ربما يحتاجونك. فقالت إن شاء الله. من المتوفية؟ قلنا لها فلانة. فقالت فلانة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما ذكرت عنها قالت هذه المرأة كانت محبة للخير، أول صفة نسمعها. قلنا لها الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل أن هذه المرأة توفيت في حادث سيارة، وكانت في آخر لحظات حياتها تخدم أختها التي سبق أن توفي زوجها قبل الحادث، هذا حادث السيارة بأسبوع واحد، فكانت تقوم على خدمتها، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تموت في حادث. إذن تلك ذهبت بحادث وهذه ذهبت بحادث، نفقد الصلحاء والصالحين والصالحات بهذه الحوادث. فإذا ننتبه ونكون لا نكون سببا في هذه الفواجع. المهم هذه المرأة بعد قليل يتصل بي الأخ يقول أريدك أن تبحث لنا عن المغسلة. فقلت اتصلت بالأخت وكانت ذاهبة المشوار، قدر الله أن ترجع وتغسل هذه المرأة.
فتقول أنا حضرت مع هذه المرأة دورة تدبر القرآن، الدورة معروفة، فتقول كنا بعد الدورة كل واحدة تقول لصاحبتها غسليني وغسليني. سبحان الله، كل واحدة يعني كانت تستعد تقول غسلوني لما إذا مت فغسليني. فهذه الداعية للأمانة تقول لا أذكر إن كانت هذه المرأة قالت لي غسليني أو لم تقل، مع أن كل واحدة كانت تقول لمن بجانبها وهذه كانت بجانبها، فإذا أغلب الظن أنها قالت لها غسليني إذا مت، فقدر الله أن تغسلها. ماذا كانت، ما الذي كان يميز هذه المرأة الصالحة؟ كان يميزها بأن وظيفتها معلمة، ولكن لم تكن معلمة عادية وإنما معلمة وداعية. إذا رأت من الطالبات ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فتستغل يعني مجال تنصحهن، مع أن هذه مادتها ليست المادة مادة التربية الإسلامية، ولكن الداعية داعية، لا ينتظر أن يكون معلم تربية إسلامية أو إمام حتى يكون داعية أو يكون خطيب، لا، داعية داعية. فكانت تستغل الوقت ويعني تنصح كي تصلح ما يعني تراه من الخطأ في الفتيات، بل ليس فقط مع الطالبات حتى مع المعلمات. كنا إذا جلسنا وبدأت الغيبة كانت تنصحهن أن يكففن عن الغيبة وتذكرهن بالله سبحانه وتعالى وأن الغيبة حرام، وأن الغيبة حرام. وكانت بعد حضورها لتلك الدورة، دورة تدبر القرآن الكريم، قد عدت برنامجا كي تقوم أو تنقل تلك الدورة وتعلمها لصديقاتها وأخواتها في الله في المدرسة من المدرسات. لكن ما شدني في هذه المرأة خبر تأكدت منه على أن هذه المرأة كانت أول شيء أمانة، يعني لا تمتاز بالأمانة والإخلاص في أداء عملها، فكانت لا تقصر أبدا في عملها وكانت لا تتأخر عن حصصها. لكن المميز أن المدرسات عندما جلسنا كل واحدة تبدأ تشتكي عن أحوال زوجها، وزوجي كذا وزوجي كذا، وكل واحدة تلقي بهمومها، وهذا يمكن يفكر يتزوج زوجة ثانية وما نعرف، المهم وكل واحدة تذكر مشاكلها، ما عدا هذه كانت إذا حتى يعني لا تذكر أي شيء مساوئ زوجها أبدا، حتى لدرجة أن بعض المدرسات سألناها أنت أبدا ما عندي شيء مشكلة مع، سبحان الله، لازم يعني نطلع أسرار البيت، أسرار البيت تركتها للبيت فقط ما أخرجت. بل أن إحدى المدرسات تقول لي بعض الأحيان مدرسات يتحدثن عن أمر عظيم بينهن، قد يذكرن حتى أسرار الفراش. هذه كانت لا تذكر، يعني لا تذكر أبدا مساوئ زوجها، وعندما سألت زوجها قلت له كيف كانت، قال مطيعة إلى آخر الحدود، أطاعت زوجها، حفظت فرجها، عبدت ربها، يقال لها ادخلي الجنة من أي باب شئتي. فهذه من المميزات. المميزات الثانية كانت صبورة إلى آخر درجة، حتى أن زوجها يقول إذا بدأت يعني حرارتها، حرارة المرض لأي سبب، يعني الأمراض التي كانت تتوالى عليها في بعض الأحيان، لا تنطق ولا تقول إني أنا مريضة إلا لدرجة لا تستطيع أن تستحمل، فيراها طريحة الفراش، حينئذ يعرف الزوج بأن هذه مريضة. عندنا هذا الصبر؟ نتحدث عن الرجال، عندنا صبر؟ واحد ضرسه كذا خلاص الحلة كلها عارف أنه ضرسه، راسه كل الحلة عارف أنه راسه، حتى يمكن يكتب في الانترنت والله راسي يوجعني، حتى العالم كله يعرف أنه راسه يوجعه، سبحان الله. وهذه المرأة تصبر هذا الصبر محتسبة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ريب عندما قال لي زوجها كلمة قال لا أقولها،
لا أقولها ضعفا وإنما أقولها حقيقة، فقدت حياتي بوفاتي هذه. سبحان الله، فقدت حياتي بوفاة هذه، كانت معه في السراء والضراء، لا تشتكي لا تخرج أسرار البيت، إذا سألوها قالت الحمد لله رب العالمين، مرتاحة. مع أن عمل إيش؟ عمل التدريس هذا يحتاج إلى تحضير وكذا، لكن زوجها يقول لي ويعني يكاد يقسم، ألا أقول لك بسبب أن هذه المرأة إيش؟ يعني كانت زوجتي وأريدك تمدحها أمام الناس، لا والله، وإنما أقول ما كانت مقصرة معي أبدا. سبحان الله. وبعد تلك الدورة، عندما حضرت الدورة جاء عندها طموح أن تفهم كتاب ربها وأن تتعمق في فهمه وأن تحفظ بناتها كتاب الله، وأخذت بالأسباب وبدأت في تحفيظ بناتها القرآن الكريم. فهذه من أعمالها. بل أعطاني زوجها كتابا ما لخصته عن الدورة، وجدت أن هذه المرأة لم تكن عادية في طموحها لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ما كانت امرأة عادية، والله أقرأ كأني أقرأ عن عالم من العلماء، مع أن كانت مدرسة ليس لها يعني مجالها لا أبدا، ليس دينيا أو تربية إسلامية وغير ذلك، حتى اللغة العربية لا، مع ذلك كتابتها وتعبيرها وحبها لفهم كتابها كأني أقرأ كتاب أحد العلماء. فهذه صفاتها، من صفاتها بأنها عرفت بالابتسامة بين زميلاتها وبين الطالبات، وكذلك عرفت بما ذكرناه آنفا حب مساعدة الآخرين، شغولة جدا تشتغل يمين وشمالا. وهذه صفة، حتى لا أظلم أو لا أنسى ذكر أحد الموتى الذين قدر الله سبحانه وتعالى نغسله، وجدت في وجهه ابتسامة، وهنا في هذا المجلس من شهد على ذلك، هذا الرجل كان مبتسم بعد التغسيل وكذا، كان مبتسم ابتسامة ظاهرة. فحقيقة تساءلت، يعني سألت أهله ومن يعرفه، فقلت لهم ماذا كان يتميز به هذا الرجل، فردوا عليه كان يحب خدمة الآخرين لدرجة أنه قد يترك أعماله من أجل أن يعين الآخرين، يترك عمله ويروح يساعد الآخرين. هذه المرأة كانت تمتاز بنفس الشيء، نفس هذه الصفة، كانت تحب خدمة الآخرين، وكان لها دعاء خاص، هذا الدعاء سنذكره بعد إيش؟ بعد ما نذكر ماذا حدث في ذلك الحادث وكيف الخاتمة. خاتمتها كما ذكرت أنها ذهبت إلى سوق للفواكه وهو معروف، واشترت بعض الفواكه، تأتي راجعة إلى بيت أختها التي كانت كما ذكرنا مصابة بوفاة زوجها، فتلك الفواكه وهذا كان للأيتام ولمن يوجد في البيت ولأمور العزاء وغير ذلك. إذن آخر أعمالها إيش؟ خدمة الآخرين، يعني تعرضت لعمل صالح حتى يكون خاتمتها خاتمة إيش؟ حتى تكون خاتمتها خاتمة طيبة. أثناء رجوعها قدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث حادث تفاصيله غريبة، أن السيارة حادت عن الطريق بدون سبب، ربما عدم تركيزه وغير ذلك، ثم عندما أرجعها ابن أخيها كان يقود السيارة، عندما أرجعها إلى الشارع قدر الله سبحانه وتعالى أن يفقد السيطرة فارتطم بعمود، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تتوفى حينها. وكانت تتحدث آخر مكالمة، تتحدث مع عمها وتقول له الآن جئنا من السوق واشترينا كذا وكذا، ثم فجأة صرخت لابن أخيها بأنك قد خرجت من الطريق، ثم قدر الله سبحانه وتعالى الحادث. أبلغ الزوج بخبر الوفاة، فأتى أو بخبر الحادث، عندما وصل ورأى زوجته ممددة تذكر دعاء كانت تدعو به. كيف رآها؟ رآها متسترة
من رأسها إلى القدمين، ما في شيء باين أبدا، سبحان الله. حتى ظن، يقول لي ظننت بأن الحمد لله زوجتي ربما فقط في حالة إغماء وأنا أروح الحمد لله يعني نسعفها وكذا، لكن يقول لما رفعت الخمار وجدت بأن الأمر ليس كذلك، هذه المرأة قد توفاها الله سبحانه وتعالى. هنا تذكر دعاء، حتى سألته اليوم قلت له أرجوك خبرني هذا الدعاء كيف أنت عرفت عنه، كيف أنه عرفت أنها كانت تدعو بهذا الدعاء؟ يقول أخبرتني بأنها تدعو الله سبحانه وتعالى أنها إذا ماتت في حادث أن يسترها الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يقول ليؤكد لي هذا الخبر، يقول كانت تدعو الله إنها إذا ماتت بحادث أن يسترها الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه كثير من الأحيان الحوادث تجعل الثياب تقفز وتبين العورات، لكن عجبت لأمر هذا الدعاء وهذه الأمنية التي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لها، وعجبت عندما قارنت حالها وحال هذا الدعاء وحال من تخرج من البيت وقد كشفت الستر متعمدة كي تظهر مفاتنها وهي في على قيد الحياة، بينما هذه المرأة تدعو الله أن يسترها حتى بعد وفاتها، مع أنه الإنسان إذا توفي خلاص انتهى عمله، انتهى الاختبار، لكن سبحان الله هذه فكرها إلى ما بعد الموت أن تبقى ساترة. وهكذا وجدوها، هكذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها. فأين هذه، أين تلك الفتيات التي يخرجن إلى الشواطئ، إلى المحلات، إلى المراكز، وقد صبغن الأصباغ وأظهرن الفتن، وحتى بعضهن غيرن خلق الله سبحانه وتعالى، حتى إذا رأيت إحداهن تعوذت بالله سبحانه وتعالى وقلت أعوذ بالله، هذه بشر، هذه صنم؟ بينما هذه الداعية التي كانت تدعو بأخلاقها بكى عليها الصغير والكبير، بكى عليها النساء والرجال، بكى عليها، بكت عليها طالباتها، لأن افتقدنا هذه المعلمة الصابرة الصبور الصابرة التي اصطبرت وصبرت من أجل الله سبحانه وتعالى. وجاءت البشائر فيما بعد أن زوجها يقول لي كنت مغتما وكنت محزون، لكن عندما نزلت القبر وأنا كنت بجانبه، أنا ما كنت في القبر بس كنت على حافة القبر، والله انتابني شعور غريب. يقول الزوج، يقول سبحان الله كنت حزين وأفكر فيها، ولكن ما الذي حدث؟ يقول عندما استلمت جثتها وأنا في القبر وأنا أنزلها إلى اللحد تغير الشعور إلى شعور كأني أزف عروسا، كأنه يزف عروس، راح الحزن وراح راحة الكآبة والاهتمام والاغتمام الذي كان يصيبني، وكأني أنزل عروسا. وأنا لاحظت فيه هذا حتى أني تأثرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ذلك. تأثرت وأنا أرى هذا الزوج يضع اللحد والأسقف ويطين على زوجتي التي كانت في نفس اليوم معه، كانت البارحة معه، كانت في نفس اليوم معه، لحظات فصلت بينهما، فإذا هو بالفراق الذي ملتقى يأتي بعده اللقاء في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فدفناها، يقول تغير الشعور وأحسست كأني أزف عروسا. ثم ماذا حدث؟ يقول العامل على المقبرة في نفس الليلة رجعت لأنام وقد تأثر بمنظر الجنازة المهيبة هذه، فيقول رأيت في المنام أن ذلك القبر بالذات، يعني قبر هذه المرأة، كأنه اتسع وقد ملئ نورا، ورأتها ابنتها في المنام. وكانت الأم هذه دائما تعنف ابنتها، ويعني دائما يعني تستخدم نوع من العنف من أجل إصلاحها، فتقول لها، يعني الأم تقول للبنت يا بنيتي لا تظني بأني كنت أضربك كرها، وإنما كنت كي يضربك أو وجهك كي تستقيمي على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنا في الجنة. وكما قال العلماء
رؤى الرؤى أو ما يقوله الميت في المنام هو حق، لأنه انتقل إلى دار الحق. فإذا هذه سيرة هذه الداعية التي دعت بأخلاقها، دعت بصفاتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياها في الفردوس الأعلى، ونتعظ بما سمعناه، وخاصة في أمر الحوادث هذه تجد أن الناس يخرجون من بيوتهم أصحاء، ثم يعادوا جثثا هامدة قد توفوا من جراء هذه الحوادث. فلنكن يعني نتبع قوانين السلامة، وكذلك نأخذ بأسباب السلامة. ومن ذلك ما كررته في محاضرة أو في لقاء، أقول دائما تأكد من الإطارات، تأكدوا من الفرامل ولو بفحص دوري، حتى لا تحدث يعني هذه الفواجع بسبب إيش، محاولة يعني توفير مبالغ، خاصة في الإطارات تحدث كثير من الانفجار، انفجارات الإطارات بسبب قدم هذه تستهلك. فإذا بين فترة أخرى ترجع إلى الإطارات، يعني المهم أن الإنسان يأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك هو فيما بعد ذلك هو إيش، مسير، ويأخذ بالأسباب فيما هو مخير فيه، ويترك الأمور الثانية فيما هو إيش، مسير فيها. فإذا هذا أمر، والأمر الثاني كذلك نريد أن نعيش شوية رحلة، نريد أن نعيش شوية رحلة تأملية، نتأمل. وهذا طبعا ذكرناه في أكثر من مجلس، لكن نريد مرة ثانية حتى ترق القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتصور الآتي. دائما أقول تصور بيت هذه مثلا المعلمة، أو بيت هذه الأخت الفاضلة رحمهن الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، فجأة تجد أن السيارات اجتمعت على هذه البيوت. لماذا؟ لأن حادث، وتوفيت فلانة، وتوفيت فلانة. اليوم وفي لحظات أتمنى أن تتصور أنت بأن السيارات، وتتصوري أنت أيتها الأخوات، يعني تصوروا بأن هذه السيارات اجتمعنا من أجلك، من أجلك أنت، أنت الذي مت، وأنت الذي خبر وفاتك انتشر بين الناس، ثم أوتي بك من المستشفى وقد أعلنت وفاتك رسميا، أوتي بك في سيارة نقل الموتى. دائما الناس يقول سيارة إسعاف، لا، هذا ما فيها إسعاف، هذه نقل موتى. إسعاف ربما نحاول إسعافه، لكن هذه سيارة نقل موتى. أوتي بك في سيارة نقل موتى، أهلك بدأوا يبكون، وبدأوا يحزنون، وبدأوا يجهزون المكان لتغسيلك، ثم أوصلت إلى البيت، استقبلك وحملت إلى البيت بعدما كنت تدخل البيت برجليك، ولكنك اليوم تدخل إلى البيت محمولا. ثم بعد ذلك مباشرة، ربما يسبق هذا الأمر أو أمر غسلك أن يريد بعض الآباء يعني الرجال من أهلك أو من أهلك أن يروك ويلقون عليك النظرة الأخيرة، ثم تحمل إلى مكان الغسل، ثم تنزع عنك الثياب. تصور أنت الآن جثة هامدة، تنزع عنك ثيابا لبستها بنفسك في يومك ذاك، فتنزع الملابس وتغطى العورة، لو انكشفت لا تستطيع سترها، وضعوك ثم من الثياب عروك، ثم بالماء والسدر غسلوك، ثم بعد ذلك حملوك للتكفين، حملوك لقطعتين أو ثلاث أو خمس من القماش، وضعوك ثم بدأوا يسدون مخارجك بالقطن، وضعوا قطنا على عورتك، وضعوا قطنا على فمك، على أنفك، على أذنيك، ولكن يسبق في بعض الأحيان ذلك الأمر أن يأتي أيضا بعض الأهل يقولون دعونا ننظر إليه النظرة الأخيرة. اجتمع بعض الأهل ونظروا إليك، ثم بكوا عليك، يعني سدلت أو تساقطت دموعهم وهم ينظرون إليك، ثم لا يملكون أمرا آخر، يضعون القطنة،
يكملون القطن على وجهك، غطوا هذا القطن، هذا الوجه بذلك القطن، ثم بعد ذلك ربطوك في ذلك الكفن، ربطوك ثم نادوا على أولي القوة من الرجال احملوه، احملوه، حملوك مرة أخرى، أخرجوك من البيت الذي كنت تخرج منه برجليك، اليوم تخرج محمولا. ثم يبكي عليك النساء بكاء حارا، خاصة من أحبائك، زوجتك، أخواتك، لماذا؟ لأنك كنت إذا خرجت تعود، ولكن خروجك اليوم بلا عودة، اللقاء يوم القيامة، أخرجت من البيت، حملوك ثم أمام الرجال وضعوك، ثم صلوا عليك صلاة لا ركوع ولا سجود لها، دعوا لك أن يتغمدك الله برحمته الواسعة، ثم بعد ذلك حملوك مرة أخرى وإلى القبر شيعوك، ثم وصلوا هناك وأنزلوا الطارقة، استقبلوك وفي اللحد وضعوك، ثم غطوك بالأسقف، ثم طينوا ذلك، تلك الأسقف طينوها، بعد ذلك خرجوا ودفنوك، ثم ودعوا لك، وبعد ثواني ودعوك وتركوك، تركوك أنت وعملك في ذلك المكان الضيق، ذلك المكان المظلم، لا فراش، لا أنيس، لا حبيب، أنت وعملك. إذا كنت تريد أن تحب من لا يفنى فأحب الله سبحانه وتعالى، يكون معك في الموت، في حياتك وفي موتك، يكون أنيسك في قبرك. فإذا هذه الرحلة لا بد منها، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا خليلك إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، ولا تجعلها حفر من حفر النيران. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا إذا أغمضت العينان، اللهم ارحمنا إذا خرس اللسان، اللهم ارحمنا إذا أسدلت اليدان، اللهم ارحمنا إذا صفدت الرجلان، اللهم ارحمنا إذا غسلنا المغسلون، اللهم ارحمنا إذا فرغ من تكفيننا المكفنون، اللهم ارحمنا إذا بكى علينا الأحبة والأهلون، اللهم ارحمنا إذا حمل جنائزنا الحاملون، اللهم ارحمنا إذا صلى علينا المصلون، اللهم ارحمنا إذا دعا لنا الداعون، اللهم ارحمنا إذا شيع جنائزنا المشيعون، اللهم ارحمنا إذا فرغ من تلحيدنا الملحدون، اللهم ارحمنا إذا فرغ من دفننا الدافنون، اللهم ارحمنا إذا دعا لنا الداعون، اللهم ارحمنا إذا ودعنا المودعون، اللهم ارحمنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا إذا وقعت الواقعة، اللهم ارحمنا إذا جاءت الطامة، اللهم ارحمنا إذا جاءت الصاخة، اللهم ارحمنا يوم تخلى الخليل عن خليله، اللهم ارحمنا يوم تخلى الصاحب عن صاحبه، اللهم ارحمنا يوم تخلى الزوج عن زوجه، اللهم ارحمنا يوم تخلى الوالد عن ولده. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واجعلنا ممن يستلم كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا، ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله فيدعو ثبورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،
الكرام. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم كما سترت عيوبنا في الدنيا فاسترها لنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن تفضحنا على رؤوس الخلائق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدة لنا يوم القيامة لا شاهدة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن قلت فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. اللهم لا تجعل صلاتنا هباء منثورا، ولا زكاتنا ولا صيامنا هباء منثورا. اللهم ولا تجعل دعاءنا هذا هباء منثورا، واجعل تجمعنا شاهدا لنا يوم القيامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.